أنواع الإعلان القضائي، يعني انواع شنو أنواع الاعلان شنو، هذا؟ عنده كم نوع؟ واللي هو اعلان شكل واحد اللي الإعلان انت هو حكيته قبل. في بالطرق العادية وفي بالطرق البديلة. طيب الإعلان العادي بالطرق العادية اللي هي بيقوم المعلن بإعلان المدعي، ده في حالة انه تمكن من المدعي يعلنه شخصيا. في حالة لم يتمكن من المدعى عليه يطلب المدعي إعلان المدعى عليه بالطرق البديلة اللي هي باللصق في مكان سكنه ولا مكان عمله وفي المحكمة أو بالنشر في الجرائد، دي الطرق البديلة. أما في الإعلان خارج الدولة مثلا في السعودية في الإمارات بيتم الإعلان عن طريق الطرق الدبلوماسية اللي هي بتقوم بتطلع الإعلان من المحكمة بيمشي لرئاسة المحاكم في المحكمة في القضائية، القضائية بتقوم بخطاب مخاطبة الخارجية، الخارجية بتقوم مخاطبة السفارة اللي متواجد فيها المدعي عليه، بعد ذاك بيجي بنفس الطريقة راجع للمحكمة. يعني هسه المدعي ما ممكن يعلن؟ لا المدعي ما ممكن يعلن إلا يعلن عن طريق المحكمة. أنا شفت المدعين بيجيبوا لك في الباب. لا إلا يجي هو يرشد المعلن، يرشد المعلن، لكن ما يحق له وإنه يعلن مدعي عليه. قانونياً ما يحق له، لا ما صح. جمال، جميل. طيب الدعوة المدنية إحنا عارفين إن الدعوة المدنية هي وسيلة اختيارية ما إجبارية، ده إحنا كلنا عارفينه، لكن أحياناً بتوقف الدعوة، في أي مرحلة ممكن توقف الدعوة أو لشنو؟ عشان شنو توقف الدعوة؟ بتوقف إذا في أحد يعني مثلا المدعي عليه توفى، يقوم حتى يتمكن من الورثة تغاضي الورثة، الورثة يقوم استخراجها إعلام شرعي وحصل. أو العكس. أيوة نعم، وهو المدعي يتوفى في الحالة دي بتتوقف الدعوة لوقت معين. سبب واحد بس الوفاة. في